اهلا وسهلا بكم يا شباب في المحاضرة الثانية وموضوع غاية في الأهمية ألا وهو الهايبرتنشن وقلنا يمكن في المحاضرة الأولانية إن الهايبرتنشن واحد من الأمراض اللي أنت لو ما قدرتش تعمل كنترول كويس بيعمل كومبليكيشن كبيرة ودايما بيسموه بره السايلنت كيلر اللي هو القاتل الصامت ويمكن اتكلمنا عن العلاجات المهمه لهذا المرض ويمكن من اهم الادويه هي الادويه اللي بتارجت الرينين انجوتنسين سيست الادويه اللي بتارجت الرينين سواء بقى الادويه اللي بتوقف الإيس سي ان وقلنا دي بتنتهي بكلمه بريل والادويه اللي بتقفل الانجوتنسين ريسبتور بلوكر ودي ملي بتنتهي بكلمه زارتان طيب هنكمل النهارده باذن الله وناخد ادويه مهمه للغايه، طيب ايه هي الادويه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده باذن الله؟ واحد من الادويه المهمه حاجه اسمها البيتا بلوكر، يبقى هناخد ادويه مهمه اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها البيتا آآ آآ بلوكر ودي من الادويه اللي احنا لازم واحنا بنذاكر ناخد بالنا منها بشكل كبير للغايه. طيب الادويه دي ايه هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعها هي ميلي هذه الادويه بتارجت السمباثيك وده واضح جدا هي ميلي بتقفل بيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في الهارت وبالتالي هتقدر انها تقلل الهارت ريت وتقلل الفورس اوف كونتراكشن كونها انها بتقلل الهارت ريت دي اسمها نيجاتيف كرونوتروبيك كونها انها بتقلل الفورس اوف كونتراكشن دي اسمها نيجاتيف اينوتروبيك وبالتالي هتقلل الكاردييك بوت يبقى هي هتقفل بيتا 1 في الهارت هتقفل ايضا بيتا 1 في الكدني وبالتالي هتقلل الرنين يبقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع هذه الادويه هي مينلي بتقفل السمباثاتيك هي مينلي بتقفل بيتا 1 ريسبتور في الهارت، بتقفل بيتا 1 ريسبتور في الكدني وهكذا. مشهورين جدا بعض الاسماء النون سيلكتيف اللي هم بيقفلوا بيتا 1 وبيتا 2، نون سيلكتيف يعني بيقفل بيتا 1 اللي في الهارت ويقفل بيتا 2 اللي في البرونكاي. زي البروبرانولول والتيمولول واعتبر البروتوتايب اللي هو اقدم واحد هو البروبرانولول وده اللي بيقفل بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتور في ادويه كمان بنقول عليها ان هي بيتا بلوكر عندها حاجه اسمها ان شاء الله يعني ايه ان شاء الله يعني عندها intrinsic sympathomimetic activity يعني عندها partial agonistic activity يعني بتشابه السمباثاتيك الى حد ما يعني هي ادويه بتقفل وتشابه دي بنسميها بيتا بلوكر عندهم ان شاء الله ودول ادويه بنسميهم بارشال اجونست زي البندولول والاسي بيوتولول يبقى خد بالك البيتا بلوكر الادويه النون سيلكتيف مشهورين جدا اللي هم البروبرانولول والادويه اللي عندهم ان شاء الله عايزك تحفظ لي الاسيبيوتولول والبندولول وانت بتذاكر تبقى واخد بالك من هذه الاسماء وما تنساش ان البروبرانولول واحد من الادويه اللي احنا بنسميه البروتوتايب. طيب عندي ايه كمان الميكانيزم ما تنساش ان هم زي ما اتفقنا هم بيقفلوا بيتا 1 في الهارت ويقفلوا بيتا 1 في الكد طيب بيعملوا ايه البيتا بلوكر زي لور البلود بريشر طبعا بيقللوا البلاد بريشر بتاعنا عن طريق ان هم بيقللوا الفاسكولار ريزيستنس ويقللوا المقاومه بتاعه الاوعيه الدمويه وبيقللوا كمان الكاردياك اوت بوت خلاص طبعا آه هذه الادويه زي ما اتفقنا يعني آه اللي هي عندها ان شاء الله ما لهاش الكثير من العيوب وتعتبر افضل من البيتا بلوكر العاديين لان البيتا بلوكر اللي عندهم ان شاء الله الى حد ما عندهم شوية اجونيستك أكتيفيتي فما بيعملوش عيوب كتيرة وبالتالي ممكن إن هم يستخدموا ويبقوا بينيفيشيال شوية للناس اللي عندهم برادي أريزميا أو ضربات القلب بتاعتهم قليلة أو الناس اللي عندها مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية يبقى البيتا بلوكر اللي عندهم ان شاء الله يعتبر عيوبهم اقل ويعتبر ان هم بيقللوا الهارت ريت ده تاثير اقل لان عندهم شويه اجونستيك اكتيفيتي فممكن يستخدموا في الناس اللي عندهم برادي الرز في كمان ادويه بنسميها سيلكتيف بيتا 1 بلوكر ودي من أكتر الادويه التي تستخدم اللي هما زي الميتوبرولول والاتينولول والنيبيفيلول وعلى فكره النبي فيلول ده مش بيتا بلوكر عادي النبي فيلول ده بيتا بلوكر بالذات النبي عنده مقدره انه يقفل بيتا 1 ويطلع حاجه اسمها النيتريك اوكسايد والنيتريك ده أوكسايد واحد من الحاجات الفازو دايليتر بيستخدمه في علاج الهايبرتنشن النبي فيلول السلكتف بيتا 1 بلوكر وبيزود النيتريك اوكسايد دي معلومه اجزام وناخد باله منه ها النبي فيلول النبي فيلول ده واحد من الادويه اللي بتقفل بيتا 1 وفي نفس الوقت كمان بيطلع النيتريك اوكسايد فدي معلومه الى حد كبير جدا معلومه مهم طيب تعال نشوف ايه هو اليوز والريكومنديشن بتاعتنا البيتا بلوكر بتستخدم في علاج الهايبرتنشن بيشنت ولكن هي لا تعتبر فيرست لاين في علاج الضغط خلينا نقول هذا بصوت عالي هي مش فيرست لاين في علاج الضغط ولكن هي من الادويه الجميله اللي تقدر ان انت تستخدمها في اي مشكله ليها علاقه بالهارت ما في مشكله في الهارت تاخد بيتا بلوكر زي ايه مثلا زي مثلا ان في تاكي كاردي او في تاكي اريزميا زي الاتريال فلاتر او الاتريال فايبريليشن دي انواع من ضربات القلب الزياده ممكن تستخدمها في الانجينا ها اللي هي الذبحه الصدريه ممكن تستخدمها في الهارت فيلير يبقى نقول تاني الجمله الخطيره دي ان البيتا بلوكر لا تعتبر فيرست لاين في علاج الضغط ولكن بالنسبه لنا ممكن نقول عليها من اهم الادويه التي تستخدم في امراض القلب سواء انجينا سواء الريزميا وهكذا البيتا بلوكر برضو متعارف عليها ان تاثيرها مش رابد يا جماعه محتاجة سفرة الويكس عشان تأثيرها يبان برضو يفضل دايما ان انت تبتدي بجرعات صغيرة وتعلى واحدة واحدة طيب من اكتر العيوب اللي احنا لازم نعرفها ان هذه الادوية بتعمل برادي كارديا نتيجة انها بتقفل بيتا وان في الهارت طبعا الاقل اللي عندهم ان شاء الله اللي هم البارشل عندهم آه هاي بوتنشن بيقللوا الضغط بيتا بلوكر ممكن يقللوا الضغط ممكن يقللوا ضربات القلب قوي بس مين ما عندوش القصه دي اللي هم عندهم ان شاء الله اللي هم الاسيبيوتولول والبندولول لازم وانا باخدهم في الناس الازماتيك يبقى في كوتشن فيه حذر خاصه مين خاصه الادويه النون سيلكتيف خاصه الادويه اللي بتقفل بيتا 1 وبيتا 2 لانها ممكن تقفل بيتا 2 اللي موجوده في البرونكاي وبالتالي تعمل لنا مشكله، طيب هتيجي تقول لي آه طب ما انا ممكن استخدم السلكتف آه بيتا 1 ما يعملش حاجه، ما خد بالك السلكتيف بيتا 1 حتى لو انت استخدمته بخاف. هتيجي تقول لي طب ما هو ملوش علاقه بالبيتا 2 اللي في البرونكاي ومش هيعمل كونستريكشن خد بالك في الهاي دوز بيحصل فقدان للسلكتيفيتي يعني ممكن الادويه دي في الهاي دوز تفقد السلكتيفيتي وبدل ما بتقفل في البيتا 1 بس تروح قافله لك كمان البيتا 2 اللي في البرونكاي الادويه دي اللي هي البيتا بلوكر سواء سلكتيف او نون سلكتيف بتقلل وصول الدم للاطراف لانها هتقلل قوه الضربه فتقلل وصول الدم للاطراف فتعمل مشاكل الركتايل ديسفانكشن عدم القدره على اتمام العمليه الجنسيه وعدم القدره على الانتصاب وبالتالي لا يفضل ابدا انها تتاخد لشباب لسه داخل على الزواج وبتقلل الليبيدو او الرغبه الجنسيه برضو ممكن انها تعمل خلل في الليبيد بروفايل تعمل حاجه اسمها ديسليبيديميا يعني ايه ديسليبيديميا تقلل لك ال HDL اللي هو الجود كوليسترول وتعليلك ال LDL اللي هو الباد كوليسترول وتعليلك الترايجليسرايد خلاص مهمة جدا القصة دي البيتا بلوكر وحشة على الليب بروفايل يمكن أكتر واحد كويس على الليب بروفايل هو الكارفيديلول ديلول لأنه عنده أنتي أوكسيدنت إيفكت وممكن يزود أو يحسن الليب بروفايل ويزود الاتش دي ال ويقلل ال دي البيتا بلوكر دايما تاخد بالك وانت بتاخدها لا قدر الله وانت ضيابتك البيتا بلوكر تخوف في الضيابيتس ليه لان وارد البيتا بلوكر تقفل البيتا 2 اللي كانت بتعلي السكر فلما تقفل البيتا 2 يحصل هايبوجلايسيميا البيتا 2 ممكن تعمل هايبوجلايسيميا خلاص ممكن انها تقلل السكر جدا وممكن تدخل المريض في الكومه بتاعه الهايبوجلايسيميا وبتعمل ماسك للهايبوجلايسيميك الارم البيتا بلوكر دايما بتعمل ماسك للهايبوجلايسيميك سيمتومز زي التاكي كارديا والتريمورز بتعمل لها ماسكينج فممكن المريض ما يحسش بالالارم بتاع الهايبوجلايسيميا لا ده يخش في الهايبوجلايسيميا على طول البيتا بلوكر مش حلوه في مرض الرينوت اللي هو الاطراف السقعانه المزرقه طيب ليه مش حلو في مرض الاطراف السقعانه المزرقه لان الرينوت ده الاطراف السقعانه المزرقه لان البيتا بلوكر ممكن تقفل لك بيتا 2 اللي موجوده في السكيليتال بلاد فيسلز اللي كانت بتعمل فازو دايليشن فتروح لما تقفلها تعمل فازو وتقلل وصول الدم للاطراف وتعمل لك رينود وتزود من اعراض الرينود يا جماعه ها فالبيتا 2 لو اتقفلت وحشه جدا يبقى وحش قوي في الديابيتس وحش قوي في الرينود البيتا بلوكر ممكن يكون عندها بعض المشاكل النيرولوجيكال المشاكل الدماغيه زي الفتيج زي الليثرجي اللي هو التعب والارهاق انها تقلل الميموري تعمل منتال ديبريشن بيتا بلوكر عندها مشاكل دماغيه خاصه الادويه اللي بتقدر تخش الدماغ اوعى توقف البيتا بلوكر سادنلي الابروبت ديسكونتينويشن اوف بيتا بلوكر يعني السادن ويزدرول اوف بيتا بلوكر ده ممكن يعمل ريباوند هايبرتنشن ممكن يعمل ريباوند انجينا ويزود الميوكاردال انفاركشن ويعمل مشاكل عاليه جدا كهايبرتنشن فالبيتا بلوكر لما تيجي توقفها يفضل دايما ان انت توقفها على مدار اسبوعين ثلاثه لا يجوز ان انت توقف البيتا بلوكر صادلي خلاص يبقى دي كلها نقط وانت بتذاكر تبقى عارفها البيتا بلوكر يفضل انها تستخدم بلو دوز وتعلى واحده واحده زي ما اتفقنا ولما تيجي توقفها بليز ما توقفهاش صادنلي امال نوقفها ايه؟ نوقفها جرادولي. سامع طالب هناك بيقول لي يا دكتور يا ريت كده تقول لنا ايه هي اهم الاماكن للبيتا 2 عشان احنا ناسينها. طبعا البيتا 1 في الهارت والبيتا 1 في الكدني. في الهارت هارت ريت زياده فورس اوف كونتراكشن زياده في الكدني يطلع رينين زياده. اما البيتا 2 فهي كانت بتعمل ايه الطالب الشاطر بقى اللي هيكتب ورايا ويبقى طالب ممتاز البيتا 2 بتعمل ها برونكو دايليشن دي ما ننساهاش البيتا 2 كانت بتعمل انكريز للبلاد لي جلوكوز ليفل بتعلي السكر بيتا 2 كانت بتعمل في السكيليتال بلاد فيسلز اللي هي الاوعيه الدمويه اللي واصله للسكليتال ماسل كانت بتعمل فيها فازو دايليشن وتوصل الدم للاطراف بشكل كويس كانت بتعمل سكيليتال بلاد فيسلز فازو ايه دكاتره دا فازو دايليشن بتوسع الاوعيه الدمويه في السكيليتال بلاد فيسلز فالبيتا 2 دول اهم الحاجات اللي انت لازم وانت بتذاكر تبقى انت حاططها في دماغك وفاهمها كويس جدا البرونكاي وحته البلاد جلوكوز ليفل وحته ايه يا دكاتره السكيليتال بلاد فيسلز فازوا ايه دايليش مش وطبعا احفظ الاسماء طبعا طبعا في ادويه اخرى بتستخدم في علاج الضغط مهمه جدا اسمها ايه اسمها ايه العيله دي يا دكتور قال لك ادويه مهمه جدا اسمها الالفا 1 بلوكر والطالب الشاطر اللي على طول بيفتكر من ايام الاوتونوميك هو الالفا 1 كانت بتعمل ايه كانت بتعمل فازو كونستريكشن وبتعمل يورين ريتينشن انا لو قفلتها هيحصل برافو طالب ممتاز بيقول ورايا هقفلها فيحصل فازو دايليشن ويحصل يورينيشن يبقى الادويه دي هتخليك تخش الحمام كويس لانها بتعمل يورينيشن ولكن ما تنساش انها فازو ايه دايليتر طيب اسميهم ايه يا ابراهيم الادويه دي اسميهم لو انتوا فاكرين كانت الدوكسازوسين والبرازوسين والترازوسين والادويه دي بتشتغل بشكل كومبيتيتيف على الالفا 1 بتقلل البريفرال فاسكولار ريزيستنس المقاومه الطرفيه للاوعيه الدمويه وبتقلل الارتيريال بلاد بريشر الضغط الدم في الشرايين وبتعمل ريلاكس للارتيريال والفينس يعني ممكن تاثر على الشرايين وتاثر كمان على الاورده ما تنساش هذه النقطه وهما فازو دايليتور دراجز يبقى هم فازو دايليتور ما بيعملوش تغيير قوي في أو اوتبوت ولا بيعملوا تغيير قوي في الرينال بلاد فلو عكس البيتا بلوكر كانوا بيأثروا على أو اوتبوت والرينال بلاد فلو خلاص طبعا بيستخدموا في الرينال امبيرمنت لانهم لا يؤثروا على الكلى بيستخدموا في علاج المايلد للمودريت هايبرتنشن برضه هم نوت فيرست لاين بيستخدموا مع الدايوريتكس آه عندهم ميزه في علاج البروستاتيك هايبربليزيا وتضخم البروستيت شاطر قوي بقى اللي يقول لي ليه ليه هذه الادويه عندها ميزه كويسه في علاج يا دكاتره البروستاتيك هايبر لان الناس اللي عندها بروستاتيك هايبر بليزيا كان عندها يا دكاتره كان عندها آآ آآ حته آآ يورين ريتينشن فالادويه دي مميزه فانها بتعمل يورينيشن يبقى حلوه جدا في علاج البناين بروستاتيك هايبر ليه؟ ل... لان البناين بروستاتيك هايبر ده كان فيه يورين ريتنشن والادويه دي بتعمل ايه؟ بتحسن اليورينيش وكان في دواء سوبر سيلكتيف كان اسمه ايه الدواء السوبر سيلكتيف كان اسمه التامزولوسين وده كان بيشتغل بس على البروستاتا او على البلادر والتامزولوسين لو انتوا فاكرينه يا اولاد كان سوبر سلكتيف بيشتغل على سيرتن ريسبتور اسمه الالفا 1 اي بلوكر بيشتغل فقط لا غير على الالفا 1 اي ريسبتور ملهوش اي علاقه بالبلاد فيسلز وليس له اي علاقه بالضغط تامزولوسين ده من اشهر الادويه في علاج البناين بروستاتيك هايبر بليزي طيب الادويه دي عيوبها ايه يا ابراهيم والله الأدوية دي مشهور جدا إنها بتعمل عيب اسمه فيرست دوز فينومينا، إن أنت لما بتيجي تاخدها بتوطي الضغط جدا، الحباية الأولانية بتوطي الضغط بشكل كبير يا جماعة. فيحصل هبوط للضغط ونزول الدم في رجليك. ولما الدم ينزل في رجليّ دي اسمها بوستورال هايبوتنشال، إن الضغط يوطى جدا وأنا واقف ما أقدرش أقف كويس لأن دم يبقى في رجليّ ويحصل حاجة اسمها سنكوب إغماء. آه يحصل اغماء وده بيحصل آه يعني آه في الاول في البدايه وخاصه لو في جرعه كبيره فيفضل دايما ان اول حبايه تاخدها وانت قاعد او انت نايم ويفضل دايما اول حبايه تعمل فيه ايه اول حبايه يفضل دايما ان انت تقلل جرعه اول حبايه تعمل مينيمم دوز وسلو تايتريشن يعني تاخد ربع الحبايه نص الحبايه وهكذا يبقى الادويه دي مميزه جدا انها بتعمل فيرست دوز فينومينا او فيرست دوز هاي فيفضل انها تتاخد بجرعات صغيره في البدايه فحته الفيرست دوز هاي دي لازم وانت بتذاكر تاخد بالك منها وانا حلونها لك اهو عشان تاخد بالك منها ممكن يحصل نيزل كونجيشن احتقان في الانف خلاص دي مهمه آه آه يعني هي لا تستخدم not recommended as initial treatment هي not first line في العلاج يعني مش مميزه صراحه ومش first line في العلاج لغايه دلوقتي مين first line في العلاج؟ الايس انهبيتور ينفع first line الاي ار بيز ينفع first line بعض انواع الدايوريتكس تنفع first line زي السيازايت ال يبقى احنا كده خدنا كام عيله؟ اخدنا البيتا بلوكر ما تنساهمش دي طبعا ممكن نكتب جنبيها العيله رقم اتنين هي العيله رقم واحد النهارده بس هي العيله رقم اتنين يعني لان احنا اخدنا المره اللي فاتت ادويه بتشتغل على الراس وممكن نسمي الادويه الالفا بلوكر دي الادويه رقم ثلاثه عشان ما ننساش الادويه رقم اربعه عيله اسمها الكالسيوم شانل بلوكر وقد ايه العيله دي مهمه وقد ايه العيله دي خطيره لان الكالسيوم شانل بلوكر دي ادويه بتقفل الكالسيوم شانل وليها انواع في انواع اسمها الداي دول بنسميهم فازو سيلكتيف ونوع اسمه نون داي ودول بنسميهم الكارديو سيلكتيف زي الفيراباميل والدلتيازين فدي مهمه قوي بصراحه ودي انا حابب قوي ان انت برضو وانت بتذاكر تبقى ايه ملونها كده في دماغك لان الكالسيوم شانل بلوكر من الحاجات اللي لا غنى عنها ان انت تبقى عارف يبقى الادويه اسمها سي سي بي هي دايما اسمها كده هل هي عيله واحده لا الكالسيوم شانل بلوكر في ادويه بتقفل الكالسيوم شانل بلوكر في الهارت بتشتغل على الهارت بس ودي ادويه نسميها ايه ما بتشتغل على الهارت بس دي نسميها كارديو سيلكتيف يبقى مهم جدا الادويه دي هنسميها كارديو سيلكتيف والادويه دي زي مين زي الفيرا باميل ده بيشتغل بس على الهارت وزي الدلتيا زيم ده بيشتغل على الهارت وحته بلاد فيلز بس برضو بيتحط دايما مع الكارديو سيلكتيف وطبعا انا بقى سامع الطالب هنا يقول لي يا دكتور اذا هذه الادويه اتوقع انها تعمل ايه اتوقع انها تقفل الكالسيوم شانل جوه عضله القلب وبالتالي لما تقفل الكالسيوم شانل جوه عضله القلب هتعمل ايه هتعمل ديكريز للهارت ريت طبعا وديكريز طبعا الفورس اوف كونتراكشن بتشتغل على الهارت ريت قوي وبتشتغل على قوه الضرب او دي اسمها كارديو سيلكتف وفي دكاتره بيسموها ايه نون عشان برضو لما تيجي تذاكر بيسموها نان داي هيدرو خلاص طلبه الشطره هي اللي بتركز وبتذاكر كويس وفي ادويه كالسيوم شانل بلوكر بيشتغلوا اكتر على الاوعيه الدمويه دي نسميها ايه الادويه اللي بتشتغل على الاوعيه الدمويه دي نسميها بشكل كبير ادويه فازو يبقى في ادويه مش كارديو بقى نسميها فازو خلاص مهمه قوي 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 يا جماعه القصه دي فازو سيلكتف والادويه دي بيسموها ايه بيسموها داي خلاص والادويه دي اتوقع انها تعمل ايه بتشتغل على البلاد vessels اسمها دي اسمها دي بينز, بينز. ان في دي بينز واملو دي بين دي, دي وهكذا الادويه دي اتوقع تعمل ايه تعمل فازو وتخلي دمك فين؟ تخلي دمك في رجليك، على فكره هي فازو دايليتور اكتر للارتريس يعني مين اللي بتشتغل على الشرايين؟ خد بالك فازو دايليتور مين اللي للشرايين وتوسع الاوعيه الدمويه دايما في الشرايين وتعمل حاجه مهمه جدا اسمها ريفلكس تاكي كارديبل الادويه دي هتعمل رد فعل ان ضربات القلب تزيد ليه نتيجه هبوط حاد في الضغط خلاص تعمل اديمه في الرجلين ممكن تعمل بوستيورال هاي بوتينشن طبعا توطي الضغط ويحصل ريفلكس تاكي ايه تاكي آه كاردي خلاص آه على فكره في منها برضو بعض الادويه يقولوا عليها ايه يقولوا عليها شورت آه اكتنج في ادويه يقولوا عليها شورت اكتنج وفي ادويه يقولوا عليها ايه يا جماعه يقولوا عليها لونج اكتنج آه الشورت اكتنج مشهور جدا واحد اسمه ايه شورت اكتنج مشهورين جدا واحد اسمه النيفيدبين ده شورت ديوريشن دي النيفيدبين دي ده شورت ديوريشن دي وفي واحد لونج اكتنج اللي هو زي الاملو ها اه الاملو اه دبي خلاص يبقى دي اه الاسماء المشهوره جدا لعيله الكالسم تشانل بلوكر واتمنى وانت بتذاكر تذاكر ايه؟ بعنف وتبقى شخصيتك قويه ويبقى الكلام واضح لان انت راجل يعني صاحب رسالة علمية مميزة طيب الميكانيزم اوف اكشن هيبتدي يشرح لنا هنا ايه الاول اركز او هيبتدي يشرح لنا الميكانيزم اوف اكشن بتاع الداي هيدرو بيردين اللي هم الفازو سيلكتف اللي هم الفازو سيلكتف دي بتريديوس البلاد بريشر طبعا وتقلل الكالسيوم طبعا تقلله فين بتقلل كالسيوم من نوع اسمه ال تايب خد بالك وركز اللي تايب في الارتيريال يبقى هذه الادويه بتشتغل شرايين وليس لها اي علاقه بالفينس يبقى الادويه دي بتشتغل فين؟ بتشتغل على الارترز وليس لها علاقه بالفينس وحلوه جدا في علاج الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن اللي هو الضغط العالي الرقم اللي فوق if diuretics are contraindicated يعني بيستخدموا للايزوليتد systolic hypertension ها آه، 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 لو الدايوريتكس ما ينفعش تجيب نتيجه هم يجيبوا نتيجه كويسه جدا في الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن اللي هو الضغط العالي الرقم اللي فوق اللي قلنا ان هو بيحصل في كبار السن وبيحصل نتيجه ان البلاط فيسلز ريجيد خلاص آه، بيستخدموا كانتي في الناس اللي عندهم اي اتش دي اللي هو ايه الاي اتش دي ده اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو الاسكيم يعني زي الانجين فانا محتاج هنا ان انا وانا بذاكر الون لك ايه عايزك وانت بتذاكر تعرف ان هم كويسين جدا في الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن دي خد بالك منها وعايزك تعرف كمان ان هم ممكن يستخدموا كادويه في الضغط عيوبهم ايه خد بالك دول عيوب الداي عيوبهم ايه طبعا هيعملوا فلاشينج لانهم فازو دايليتور يعملوا ديزنس دوخه مش هيوصلوا الدم للدماغ كويس فيعملوا هيديك ويعملوا هاي ضغطك يبقى في رجليك ويعملوا إديمة مشهوره جدا اسمها الانكل إديمة ايديما في الرجلين خلاص إديمة في الرجلين طبعا الحل ان انت ما تستخدمهمش بهاي دوزس واستخدمهم ان كومباينيشن مع الايس انهبيتور او الاي ار بي طبعا يحصل ريفلكس تاكي كارديال انهم بيوطوا الضغط جدا فيحصل ردة فعل ريفلكس تاكي كارديا واللي ممكن يعني يعالج هذه الظاهرة هو البيتا بلوكر اللي يعالج هذه الظاهرة هو البيتا بلوكر يا جماعة خلاص دي برضو من الحاجات المهمة وانت بتذاكر تبقى عارف في أدوية أخرى اسمها ايه بقى اسمها النون داي هيدروبايريدين دي أدوية ايه بقى دي أدوية كارديو سيلكتف ميلي بتشتغل على الكالسيوم شانل في المايوسايتس اكتب كده جنبيها بتشتغل على الكالسيوم شانل في عضله القلب ودي بتقلل الاي في كوندكشن القدره التوصيليه بتاعت عضله القلب وتقلل الهارت ريت تماما خلاص زي الفيراباميل والدلتيازيم بيقللوا الهارت ريت زي ار انديكيتد في الهايبرتنسيف وممكن يكونوا مفيدين قوي في الانجينا والارزمي. لانهم مفيدين في ايه؟ مفيدين في ايه يعني مفيدين في انهم بيقللوا ضربات القلب ويريحوا القلب ولو ان هم بيقللوا حاجه اسمها البروتين يوريا دي برضو خد بالك منها اللي هي عيله الفيراباميل والدلتيازين انا بحبه جدا الفيراباميل بس مشكلته دايما معايا ان هو ممكن يعمل كونستيبيشن وطبعا بيقلل الهارت ريت جدا فاوعى تاخده مع بيتا بلوكر خلاص بقى انت بقيت معلم ها آه بقيت معلم الادويه دي ما تتاخدش مع البيتا بلوكر لانها ممكن لا قدر الله تقفل الهارت ريت بشكل كبير جدا وتقفل قوه الضربه يعني بشكل كبير جدا وطبعا هذه الادويه عندها دراج انتراكشن لانها بتنهبت السيتوكروم بي 450 يبقى واحد شاطر يقول لي خدنا كام عيله لغايه دلوقتي خدنا البيتا بلوكر خدنا الالفا 1 بلوكر خدنا الكالسيوم شانل بلوكر في مين كمان دي برضو عائله صغنطوطه كده على الماشي ها عائله اسمها ايه يا ابراهيم اسمها الالفا والبيتا بلوكر دي عائله مميزه جدا ومحبوبه للغايه وعايزك ايه تبقى انت عارفها كده اللي هم بيقفلوا الالفا والبيتا آه طبعا مشهور جدا الكارفيديلول وده بيقفل الالفا والبيتا وبنسبه واحد ل 10 يعني هو مين بيتا بلوكر فكره هو انتي اوكسيدنت وانتي ابوبتوتيك وانتي انفلاماتوري ويعملش ديسليبيديميا فمفيد جدا في علاج الهارت فيلير يعني الكارف دي لول من افضل الادويه في علاج الهارت فيلير استخدم بدوس صغيره ويعلى واحده واحده استخدم فيه الهارت فيلير اللابيتا لول بيقفل الالفا والبيتا ويحبوه جدا في الهايبر تنشن اللي هو الضغط العالي زي كروموسايتوما اللي كانت ورم في الادرينال المضله والعياذ بالله فاللابيتا يستخدم في كروموسايتوما ويستخدم في الجيستيشن جيستيشنال دي هنجيبها في الامتحان. خلاص؟ جيستيشنال دي هنجيبها في الامتحان اللي هي الهايبرتنشن ايه يا جماعه؟ الهايبرتنشن آه بريجنسي يبقى الهايبرتنشن بريجنسي ده اللي هو زي مين؟ زي آه اللابيتا لول اللي ممكن ان هو ايه؟ يستخدم زي ما اتفقنا مع بعض في الهايبرتنشن بريجنسي خلاص؟ يبقى دي كلها ادويه وانت بتذاكر تاخد بالك منها جدا. وتبقى حبيبها للغاية ومستمتع بيها جدا 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 بفضل الله إذا طالب الشاطر بقى اللي بيجمع معانا أول بأول يقول لنا لغاية دلوقتي إحنا أخدنا كام عيلة عشان ما ننساش ها خدنا إيه يا جماعة طالب الشاطر خدنا عيلة اسمها الاي سي inhibitor الحصة اللي فاتت خدنا عيلة اسمها ار ERBs خدنا حاجة اسمها رينين ها انهيبيتورز يبقى دي مهمه واخدنا النهارده بيتا بلوكر واخدنا النهارده الفا 1 بلوكر واخدنا سي سي بي اللي هم الكالسيوم شانل بلوكر خلاص الفا 1 بلوكر عشان ما ننساش واخدنا كمان ادويه اسمها ايه لابيتا لول والكارفيديلول اللي هم كانوا الالفا والبيتا بلوكر اللي هم كارفيديلول ده حلو قوي في الهارت فيلير واللابيتالول لول ده حلو قوي في الهايبرتنشن امرجنسي وفي الجيستيشنال ماشي يبقى دي كلها نقط كده وانت بتذاكر تبقى حاططها في دماغك بشكل كويس أه برضو من الحاجات الجديده كعائلات عيله اسمها ايه بقى عيله اسمها الفازو دايليتور دراج في دواء مهم جدا او عيله مهمه جدا اسمها ايه يا شباب اسمها الفازو دايليتور دركس ولازم وانت بتذاكر تسال نفسك الدواء ده هل هو فازو دايليتور للارتري ولا فازو دايليتور للارتري والفينز ولا للفينز ولا ايه بالظبط يبقى هنبتدي ناخد ادويه فازو دايليتور ومهم جدا وانت بتذاكر تاخد بالك منها طيب مين هم الفازو دايليتور اللي احنا هنبتدي بيهم سمي الله ادويه اسمها ايه يا ابراهيم اسمها الهيدرالازين والمينوكسيدين طيب دولي بيشتغلوا ازاي هو بصراحه الهيدرالازين مش معروف او الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الادويه دي بتشتغل از a دايركت اكتنج سموث muscle ريلاكسنت على فكره هي دي بقى فازو دايليتور لمين للفاسكولار سموث ماسل مين اللي بتاعت الشرايين يعني الهيدرالازين والمينوكسيديل دول ميل للارتريز والارتريولز خلاص الميكانيزم بتاع الهيدرالازين مش معروف قوي آه في كتب تقولك لك انه بيطلع النيتريك اوكسايد من الاندوثيليوم طيب المينوكسيديل ده مهم جدا ده بوتاسيوم شانل اوبينر بيفتح البوتاسيوم شانل في البلاد فيسلز ويعمل هايبر يريح الاوعيه الدمويه تماما ويعمل هايبر بولاريزيشن وبيزود البوتاسيوم بيرميابيليتي ويريح الدنيا خالص خلاص آه بشكل كبير جدا يبقى انا ممكن اقول على المينوكسيديل ده بوتاسيوم شانل أوبينر وخد بالك الهيدرالازين والمينوكسيديل دي ادويه فازو دايليتور للارتريز وطبعا زي ار نوت از از برايمري يعني لا تستخدم ك فيرست تشويس البريكوشنز الادويه دي فازو دايليتور جدا خلاص انت بقيت معلم فازو دايليتور فين فازو دايليتور في رجليا يبقى دمي في رجليا اجي اقوم اقع اه اه. دي اسمها بوستيورال هايبوتنشن وبالتالي تعمل ردة فعل ايه يا ابراهيم تعمل ردة فعل ريفلكس تاكي كاردي او اه ممكن تزود الميوكارديال كونتراكتيليتي وممكن تزود الاكسجين ايه كونسبشن اهم حاجه ريفلكس تاكي كارديا خلاص طبعا ده يضايق الانجين كمان يضايق الام اي المايوكارديال انفاركشن وممكن يضايق الهارت فيلير خلاص آه الفازو ايضا بيوصلوا الدم للرجلين جدا ما بيبقاش في دم عند الكلى وما فازو بيبقوا دايما شغالين في الرجلين ما يبقاش في دم واصل للكلى فالكلى تعمل ايه فالكلى تروح مطلعه والرنين ده يطلع انجوتنسين 1 و2 يطلع الدوستيرون اللي يعلي الصوديوم والميه خلاص وبالتالي ممكن يعمل اديمة ممكن يعمل اديمة اذا هذه الادويه عندها عيبين ريفلكس تاكي وكمان ممكن تعمل اديمة التاكي تعالج بالبيتا بلوكر والاديمة تعالج بالدايوريتك الاديمه تعلق بالدايريتك والتاكي كاردي تعالج بالبيتا بلوكر طبعا الهيدرالازين بيستخدموه النهارده في الحوامل اللي عندهم اعراض تسمم حمل دي مميزه جدا للهيدرالازين بصراحه انه بيستخدم في البري اكلامسيا اللي هو ما قبل تسمم الحمل ايه عيوب الهيدرالازين نفس العيوب هو فازو دايليتور دمك في رجليك ريفلكس تاكي كاردي يبقى أدور عليها اهي تاكي تاكيكارديا سويتنج نوزيا ادور على اريزميا الونها طبعا يضايق الانجينا اوكي كي. طبعا ممكن يعمل ايديما زي ما اتفقنا ولكن في شيء مميز لازم انا ابقى عارف القصه دي الهيدرالازين بيعمل انتيجين انتي بودي ريأكشن ويحفز الامراض المناعيه فممكن يعمل لوبس سيندروم يعمل اعراض زئبة حمراء ودي تيجي في الامتحان يا جماعه ان الهيدرالازين عنده عيب انه لا قدر الله يعمل لنا مشكلة اللي هي اللوبا سيندروم او الزئبة الحمراء المينوكسيديل المينوكسيديل كانوا بيستخدموه في المالجنانت هايبرتينشن ويستخدم مع البيتا بلوكر طبعا عشان يعالج ضربات القلب الزيادة والديوريتيك عشان يعالج الإديمة ولكن له ان المينوكسيدين عنده قصه تانية خالص بقى حاجه تضحك جدا لقوا أنه هو بيطلع شعر في اماكن غير مرغوب فيها وبيعمل هايبر او بيعمل هير جراث وهايبر ترايكوزس وهيرشوتيزم فالنهارده ملوش اي علاقه بالعلاقه بالضغط النهارده لا يستخدم في الضغط تخيلوا النهارده المينوكسيديل بيستخدم في علاج الالوبيشيا او علاج البولدنس يا جماعه اللي هو الصلع يبقى احنا اخدنا دوايين فازو دايليتورز للارتريز اللي هم مين يا جماعه الفازو دايليتور للارتريز اللي اخدناهم اخدنا الهيدرالازين واخدنا كمان المينوكسيديل وما تنساش الهيدرالازين بيعمل اللوبا سيندروم والمينوكسيديل بيعمل الهايبر ترايكوزس او بيعمل الهيرشوتز دي كلها حاجات وحشه في عندنا دواء اخر اسمه الصوديوم نيتروبروسايت وده ما تنساهوش ليه؟ لان ده فازو دايليتور للارتريز والفينز. يبقى ده خد بالك بيقلل البريلود دي مهمه جدا وبيقلل حاجه اسمها افتر لود فاكتبوا جنبه ان ده فازو دايليتور للارتريز والفينز اهو مكتوبه ان هو للفينز والارتريز طب هتيجي تقول يا دكتور يعني ايه بريلود؟ لو... بري بريلود اللي هي المقاومه او مش مقاومه خلينا نقول البريلود هو الدم اللي رايح لعضله القلب عشان يتضخ ده اسمه البريلود الافتر لود خلينا بقى نقول دي المقاومه الافتر لود المقاومه اللي بتواجهني وانا بضخ الدم يبقى البريلود هو الدم اللي رايح لعضله القلب عشان يتضخ طب والافتر لود هو المقاومه اللي بتواجهني وانا بضخ الدم يا جماعه مقاومه اللي بتواجهني وانا أه بضخ الدم خدها قاعده بقى ايه القاعده اللي انا عايزك تعرفها ان اي دواء بيشتغل في الفينز ياثر على البريلود واي دواء يشتغل على الارترز ياثر يا جماعه على الافتر لود وهكذا يبقى الفينز بريلود والشرايين افتر البريلود هو الدم اللي رايح لعضله القلب عشان يضخ والافتر لود هو المقاومه اللي بتواجهني وانا بضخ الدم دي نقطه مهمه جدا. طيب آه، الادويه دي تعمل فازو دم في رجليا ريفلكس كاردي اديمه ولا مش اديمه؟ اديمه, إديمة وبيتاخد اي في انفيوجن. آه، لانه يعني فيري شورت ديوريشن فيري شورت فيتاخد اي في انفيوجن دي اكزام وريفلكس تاكيكاردي. عيوبه انه بيتكسر بالضوء. ولما بيتكسر بالضوء دي معناها مهم ان انت لازم تحميه من الضوء وانت بتعمل انفيوجن ان انت تحط حواليه فويل والديجريديشن اوف صوديوم نايت لما بيتكسر بيدي سيانايت والسيانايت ده ليثال قاتل آه بيعمل هايبوكسي بيعمل تيشو هايبوكسيا ويعمل سيانايت بويزنينج لو حصل انه اتكسر وادانا سيانايت لازم تدي الانتيدوت ايه الانتيدوت اللي هم بيستخدموه بيستخدموا حاجه اسمها صوديوم ثايوسلفيت ده الانتيدوت في الحاله دي لانه هيحول السيانايد الى صوديوم ثيوسيانيت which is less toxic which is ايه يا جماعه less toxic الصوديوم نيترو بروسايد ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ده برضو هندرسه بالتفصيل بعد كده ان هذا الدواء من اسمه نيترو اذا بيطلع حاجه اسمها النيتريك اوكسايد والنيتريك ده هندرس بعد كده انه بينشط سيرتن انزيم اسمه الجوانايل سايكليز والجوانايل سايكليز ده بيطلع حاجه اسمها السايكليك جي ام بي والسايكليك جي ام بي ده هو اللي بيعمل ها الفازو دايليشن بس ما تنساش ان هو فازو دايليتر للارتريز والفينز وما تنساش ان هو ممكن لا قدر الله يطلع سيانايد والسيانايد الانتي دوت بتاعه ثايوسالفيت طيب برضو من الحاجات المهمة في دواء فازو دايليتور اخر اسمه ايه اسمه فينولودوبام اسمه ايه دكاتره دوبام هنا سامع الطالب الشاطر بيقول ايه دوبام ده يا دكتور دوبام ده واحد من الادويه اللي بيشتغل على ريسبتور اسمه دي 1 اجونست الدي 1 ده فين يا ابراهيم ده في الرينال بلاد فيسلز وفي الشرايين فبيعمل فازو دايليتور للارتريز وبيخليك تخش الحمام كتير وتطلع ملح ناتيوريسيز يعني بيطلع الناتريوم اللي هو الصوديوم بيأثر على الرينال خلاص ويأثر على الكرونري ارتري الصغيره ويستخدم في الهايبرتنشن ايمرجنسي دي اكزام ويستخدم بوست اوبريتيف تي هافو 10 دقائق والدواء ده ايضا بيتاخد باي انفيوجن ومهمه جدا هو تاخد باي انفيوجن دايركت يعمل ريفلكس خلاص انت بقيت تمام ريفلكس تاكي كاردية وممكن يعمل فلاشنج وهيدك برده ما تنساش في نقطه برده هنجيبها في الامتحان ان الفينولودوبام ممكن انه يزود ضغط العين يا جماعه يزود الانترا اوكيولار آه بريشر وكونترا انديكيتد في الجلوكوما دي دايما بنشوفها وبتيجي دايما في الامتحان دي من اشهر العيوب بتاعه الفينولودوبام يبقى الفينولودوبام ها آه ده دا فازو دايليتور للارتس هيجي طالب يقول له يا دكتور معلش قول لنا كده تاني عشان نبقى شاطرين ونبقى ممتازين قول لنا تاني التقسيمه قلنا في ادويه فازو دايليتور في ادويه ايه يا دكاتره فازو دايليتور نسميها للارتريز وفي ادويه نقول عليها فازو دايليتور للارتري والفينز لو اشتغلت على الفينز تقلل البريلود لو اشتغلت على الآرترز تقلل الافتر لود مين هي الادويه اللي بتشتغل على الارتريز سامع طالب بيقول الهيدرالازين ممتاز يا ايها الطالب يبقى الهيدرالازين لان الطالب هنا ممتاز في طالب كمان بيقول المينوكسيديل برافو برافو بس ده بيعمل هيرشوتزم وهايبر ترايكوز يبقى في الهيدرالازين وفي المينوكسيديل وفي الفينو ممتاز يا ايها الطالب الشاطر. طيب مين الادويه الفازو دايليتر ها للأرترز والفينز ممتاز يا ايها الطالب اللي هو الصوديوم ها نايترو بروسايت وده واحد من الادويه المهمه وبيتاثر بالضوء وخد بالك لو اتاثر بالضوء يتكسر ويدينا سيانايد والسيانايد ده توكسيك بيعمل هايبوكسيا لازم ساعتها ناخد دوت اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه صوديوم ثايو صلفيت. كان اسمه ايه؟ اسمه صوديوم ثايو سلفيت يا جماعه. فدايما وانت بتذاكر تاخد بالك من المعلومات الجميله والدقيقه دي. فاضل هنا عيلة اسمها ايه ابراهيم؟ اسمها السنترالي اكتنج دراجز دي ادوية يا دكاترة هتشتغل جوه الدماغ بتشتغل على الالفا 2 ريسبتور اللي موجودة جوه الدماغ خلينا نتكلم عليها المرة الجاية نكون ذاكرنا كل الهايبرتنشن عشان نبتدي نشوف الدياجرام بتاع العلاج عشان نبتدي نفرق بين الهايبرتنشن ايمرجنسي والهايبرتنشنال اورجنسي وكل التوفيق وكل النجاح ونراكم في المحاضرات القادمه